السيد الجهه، السيده مديره الوكاله الحضريه، بدورنا لنا سوى ان ننوه بالمجهودات التي تقوم بها اداره السيده المديره على راس الوكاله الحضريه، وكذلك المحاضره للسيد العام لحل المشاكل التي كانت تعاني منها بعض الجماعات الترابية، وننوه كذلك بالمجهودات الجبارة التي واكبت بها السيدة المديرة يعني في حل بعض المشاكل التي كانت عارقة منذ سنوات بجامعة الصراط. نذكر منها أساسا إشكال التجزئة العقارية المخصصة لإعادة إيواء قاطنة الصفيح، حيث قام المستفيدون من البقاء ببناء الطابقين الثاني والثالث وفتح محلات تجارية دون تراخيص، ويطالبون الجامعة بالحصول على رخص السكن وشواهد المعتبرة، مما يجعلهم يصطدمون بالرفض لكونهم غير مرخصين، حيث تسبب ذلك في حالة من الاحتقان يحمل المواطن تباعية عن الجامعة، وعليه وجب دراسة الحلول الممكنة وإيجاد مخرجات واقعية وقابلة للتطبيق. وقد تمت فعلا عدة اجتماعات ماراثونية مع السيدة مديرة الوكالة لمؤازرة السيد العامل لإيجاد الحلول، والحمد لله يعني حلول في الطريق للوجود. المشكل المتعلق بأحياء سكنية مبنية وأخرى في طور البناء، وهذا المشكل عانت منه مدينة الصراط كثيرا، يعني تظهروا على مستوى التصميم والتهيئة على أساس أنها مناطق فيضانات تستلزم دائما رأي الوكالة الحضارية المائية، علما أن القطع الأرضية التي بنيت فوق هذه الأحياء السكنية مستخرجة من تجزئات عقارية حاصلة على محضر تسليم مؤقت لأشغال التجهيز، حيث أنه حاليا بالنسبة للبقع الشاغرة لهذه التجزئات والتي يتقدم أصحابها بملفات طلبة ترخيص البناء يصطدمون بطلب لجنة الشباب الواحد لرخص تعمير الإدلاف برأي الوكالة وفقا لمقتضيات سن التهيئة المصادق عليه في جامعة السيرات. بعض المشاكل كذلك التي يتطرق فيها إذن تعمير مدينة الصيرات هو انعدام أو يعني المساعدة في إعداد دراسات خاصة بقرارات تحديد الطرق العامة المنصوص عليها بتصميم التهيئة. وكذلك نطلب المساعدة في الدراسات الهندسية للشوارع الرئيسية خاصة التي تعرف بناء طرق إضافي كشارع الحسن الثاني، مما يسيء لجودة المشهد العمراني والهندسي. كذلك الآجال القانونية في إبداء الرأي من طرف بعض المصالح الخاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى، الإسراع بالتصديق على الرسوم ومؤدات الوكالة الحضارية كما جاء في مداخلة السيد رئيس جامعة عين عودة عبر المنصة الرقمية، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغرى نظرا لأهمية عدد ملفات طلبة الترخيص المدروسة يوميا. كذلك الإشكاليات المتعلقة بتسليم رخص الاستغلال، وهل من اللازم أن تمر عملية فتح أي محل لممارسة عمل تجاري عبر إعداد تصميم تهيئة المحل وإخضاعه لمسار الترخيص قبل تسليم رخصة الاستغلال؟ وشكرا.